أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، وإلى الموضوع التالي. في مجتمع يعتمد بشكل كبير على التعليم كمحرك للتقدم والنمو، يظل العصر التعليمي تحديا حقيقيا يواجه العديد من الأفراد سواء الأطفال أو البالغين، وعائقا في رحلتهم التعليمية. وهنا يبرز دور مركز كي ستيبس في حيفا لمعالجة العصر التعليمي والصعوبات المختلفة التي يواجهها الأفراد في رحلتهم التعليمية، بهدف تمكينهم ومساعدتهم على تخطي تلك التحديات وفتح آفاق جديدة للتعلم الناجح. للحديث أكثر حول العسر التعلمي وعن المركز وخدماته، تنضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر كاترين بلان، مديرة مركز كي ستيبس من حيفا. أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك يا هلا. بداية كاترين، هل لك أن تعرفينا عن نفسك أكثر؟ ما الذي دفعك لإقامة مثل هذا المركز؟ أكيد، اولا عندنا خاصه في المجتمع العربي بعد مش كثير في وعي لكل المجال تبع العسر التعلمي، الصعوبات التعليميه، في شوي كمان هيك لخبطه بين عسر تعلمي، بين صعوبات تعليميه وبين فجوات تعليميه، اللي كثير مرات الاهل او المدرسه او الناس اللي بتشوف عند الطالب في صعوبه معينه بيلجأوا ل نقول نحط تحت اطار معين انه الولد عنده عسر تعلمي او الولد تعريف معين، قارب معين، بالضبط. نعم. كتعريف معين، فهنا بيجي الدور المهني اللي يتدخل بهدف انه نعطي الطالب كل المعلومات المضبوطه والخطه العمل اللي يقدر يمشي ويتقدم فيها. لكن ايضا قد يتساءل الاهل يعني اكثر، ما هي الصعوبات الاكثر شيوعا التي يواجهها الافراد الذين يواجهون العسر التعليمي؟ هون فيش أكثر صعوبات أو إيش أكثر إشي شائع، بس المجال فيه عندك صعوبات بالمجال القراءة والكتابة، في طلاب اللي عندهم الإشي بشكل خاص في الحساب، في طلاب اللي عندهم صعوبات أكثر بفرط في الحركة، التركيز بالدروس، فكل طالب بيختلف الإشي، عشان هيك إحنا بنعمل تشخيص عشان نحدد نعرف شو الصعوبات اللي عند الطالب. الإشي اللي لازم بس نهتم له ونعرف شو الصعوبة نحددها، إذا الإشي جاي من مرات بيكون إشي نفسي عند الولد، مرات بيكونش حابب يدرس، مرات في فجوة تعليمية اللي لها كتير أسباب بتوصل الولد يوصل لشي مرحلة إنه صار عنده صعوبات بسبب تراكمات اللي صارت عليه في المواد. فمش كل صعوبة هي عسر تعلمي، هي نقطة كمان كثير مهمة. عسر التعلمي احنا بنحكي عن اضطراب اللي الولد بيخلق معه من جيل صغير، نبلش نلاحظ في صعوبات معينه زي بالوعي الصوتي، بفعاليات معينه، بالعاب معينه اللي لازم نبلش ننتبه انه في مشكله عند الولد او عند البنت. بالاضافه يعني هذه العلامات، دعينا نقول ما هي ايضا هنا يعني الاشارات الحمراء التي يمكن ان يظهرها الطفل الذي يعاني من عسر تعليمي، وهل فعلا الاهل يستطيعون من خلالها معرفه ما اذا كان ابنهم يعاني من عسر تعليمي؟ الاهل هن اول ناس بيقدروا يحسوا، يعني كثير مرات بالحضانه بنتبهوا بيحكوا للاهل في خط احمر، في شغلات احنا شايفينها انه لازم نبلش ننتبه عند الولد، بس الاهل كثير مرات بحسوا، وكثير مرات اهل بتوجهوا بيقولوا لي حاسس في شيء مش قادر بس اعرف، مش قادر اقرر او اعرف اذا في صعوبه او لا عمليا. مرات بيقولوا لي يمكن فيش شيء بس انا بدي افحص، بدي اتاكد وبدي اطمن يعني. فالاهل طبعا بيقدروا يعرفوا، بيقدروا يحسوا، خاصه اللي عنده اكثر من ولد في دائما فرق بين الولد والثاني. كثير مهم كمان ما تكونش مقارنه بشكل مباشر قدام الاولاد، لانه كل شخص عنده طبعه وعنده قدراته. وبرده كمان مره كمان نقطه كثير مهمه، انه عسر التعلم هاد بقولش انه الولد هو ولد مش ذكي، لا بالعكس، هو بشكل عام عم نحكي عن ولد اللي هو جدا بيكون ذكي، بس عنده نقطة معينة في التعليم اللي هي مثلا او في الإشارات أو في الحساب. عم نحكي على شيء يعني نقطة معينة اللي هي في كثير ممكن يكون شغلات ثانية إيجابية وأكثر من حتى طلاب ثاني بمجالات مختلفة غير القراءة. مثلا إذا هو ضعيف بالقراءة ممكن يكون بارع في الحساب، عنده قدرات رهيبة بشغلات ثانية كمان. يعني أنا عمليا كأم إذا رأيت أن مثلا ابنتي تعاني من صعوبات في القراءة، هل هذه إشارة لوجود احتمالية وجود عسر تعليمي؟ طبعا طبعا، ودائما مفضل نفحص ولا نستنى وبعدين نقول يا ريت بلشت قبل، مبكرا مبكرا قد ما ممكن قدر الإمكان. بس نحس في إشي حتى بجيل كثير صغير، مرات بيجوا أهل بيحكوا لي ابني بعده حتى مش طالع على الأول حاسس في إشي معين،
اوكي تعني بلاش نشوف عشان لا قدام ما نقولش انه لو إننا بلشنا معه قبل وببلش يقرا وبصير في عنده فهم مقروء وكل شيء. يعني اذا في صعوبه في القراءه بتمد في مواضيع ثانيه زي في العلوم وفي الحساب ومسائل كلاميه خاصه لغه الام في كل المواضيع بالضبط خاصه في لغه الام والشيء طبعا بكمل في اللغات الثانيه اللي بتعلمها وبكتبها الطالب. ما هي الخطوات التي يمكن للاهالي ان اتخاذها اذا اشتبهوا بان طفلهم يعاني من عسر تعليمي؟ اول خطوه نعمل التشخيص المضبوط عشان نعرف شو بالضبط عن شو عم نحكي. اين يتوجه الاهل؟ لمن يتوجه الاهل؟ بشكل عام الاهالي بيفحصوا مع المعلمه مع مربي صف بالمدرسه مع المستشاره بحسوا انه في شيء عند الطالب. الخطوه الثانيه هن بتوجهوا لشخص من المجال ان كان مثلا بيحكوا معي كاخصائيه تشخيص وعلاج العسر التعلمي ممكن يتوجهوا لساعة احنا بنقدر نعطيهن هيك شو الخطوات كيف يقدروا يتقدموا او خطه العمل ان كان عمليني. ان كان بحاجه مرات بيكونش في حاجه حتى تشخيص بنشوف الوضع بنحكي مع الاهل وبنفهم انه اوكي هذا الطالب بده شوي هيك شويه شغل شويه دعم وبيمشي الحال. مرات نحكي لا تعال نعمل تشخيص ونعرف بالضبط شو المشكله وهدف التشخيص طبعا خطه العمل انه الطالب يتقدم. كيف يمكن للاهل دعم اطفالهم الذين يعانون من عسر تعليمي؟ قضية الدعم قضية مركزية يعني لا أحد يستطيع أن ينكر تخوف الأم الأب هذا الصراع في اللحظة الأولى أن يعني ابني لديه عسر تعليمي لكن ماذا عن الدعم؟ أولا كثير مهم أنه ما يخدوش المصطلح كأنه عسر ويدوروا فيه مع الولد سلبي. كمفهوم سلبي بالضبط. كثير مرات بنفهم الإشي بطريقة خاطئة أو بصير زي بحطوا هيك طبعة على الولد هذا الولد عنده مشكلة عنده عسر. لا الإشي مش هيك. كثير مهم نفهم شو يعني عسر تعلمي كيف نتعامل مع الطالب نهيئ له بيئة كمان مناسبة. يعني طالب اللي شوي عنده صعوبات أنا بنفعش تيجي مثلا أم تقول لي بس ابني الكبير كان يدرس كل وقت لحاله ما كانش يواجه صعوبة ابني عم بتدلع. فمرات إنه لا بيكون في مثلا بطء معين بيكون في صعوبة معينة فمنهيئ له بيئة مناسبة للتعليم إذا بحاجة لدروس دعم إذا بحاجة لاستراتيجيات مختلفة كمان بالدراسة نفسها كيف يدرس كيف يلخص المواد كيف يتعامل مع كل إيش عم بيصير حواليه في المدرسة في الصف. فكثير مهم إنه ننتبه لهاي النقاط اللي هيك مرات تكون إشي صغير أو كلمة مرات واحدة كثير ممكن تحطم الولد. ودائما بشدد مع الأهل إنه بالرغم من إنه في نقطة أو صعوبة معينة اقبالها دائما دائما دائما. ولا مرة عملت تشخيص لطالب ما كانش في عنده نقاط قوة وإيجابيات كثيرة فنشدد ناخذ كمان الأشياء الإيجابية عند الطالب ونبرزها ونشددها. مرات هو بيكونش عارف حاله يعني مثلا في طلاب بيكونوش عارفين إنه ذاكرتهم قوية بتفاجئ بقولوا لي عن جد بقولن آه مبين عندي بالتشخيص ذاكرتك قوية فبنبسطوا كمان بيكتشفوا شغلات هن مش عارفينها بنفسهن. يعني عمليا في البداية كسر حاجز الخوف عند الأم بالبداية يعني دعم الأم أيضا كمان. في تقبل في تقبل أن ابنها يعاني من عسر تعليمي ثم ينتقل ذلك إلى الأولاد. صحيح يعني لابد من هذا الدعم المركزي. أكيد طبعا. ماذا عن المدارس والمعلمون في يعني من حيث توفير الدعم أيضا لهؤلاء الطلاب الذين يعانون من ذوي يعني أو يعرفوا بأنهم ذوي عسر تعليمي أين دورهم؟ المعلمين بحاولوا قد ما بيقدروا يحتوا الطلاب عندهم تعرفي كيف الصفوف فيها عدد تقريبا أغلب المدارس 30 طالب إحنا عم نحكي معدل عدد معدل الطلاب اللي في الصف. المعلمين بحاولوا قد ما يقدروا ينتبهوا إذا في طالب عنده صعوبة يحكوا مع الأهل يوجهوهن كثير مرات بشكل مباشر بوجهوا الطلاب إن كان لمراكز تعليم إن كان لتشخيص تعليمي لما بحسوا إنه في إشي. ومرات في للأسف طلاب اللي بضيعوا شوي خاصة الطلاب اللي بيجوا أكتر هاديين اللي فيش عندهم مش بارز مثلا طالب هادي فيش عنده فرط حركة مثلا بس إنه بفكروا بس إنه سرحان مثلا أو إنه مهمل. ومرات لا بيكونش إهمال بيكون طالب عنده صعوبة بس مرة مرة ببطل يحب يشارك في الصف بصير يمتنع وهذا الطالب شوي تعال نقول هيك بضيع بكونوش عارفين اذا هو عنده صعوبه او ما عندهش صعوبه. المعلمين بيحاولوا قد ما يقدروا بس من ناحيه ثانيه احنا بنفهم لابد التوجه المهني ومن ناحيه ثانيه المعلمين بيقدروش ينتبهوا عن جد لكل الطلاب بيحاولوا قد ما بيقدروا. ومرات الاهل مثل ما حكينا قبل شوي عن نقطه اللي هي الاهل بيحكوا انه لا ابني ملوش إشي يعني انه مرات المعلمين بيوجهوا بيحكوا مع الاهل بيقولوا لهم في الولد عنده صعوبات كذا الاهل عدم تقبل او انكار للحال بنفع نقول انكار اكثر مزبوط انكار لهذا الحال مع انه سيؤدي بالضرر بالضبط بيؤدي لضرر مع انه في السنوات الاخيره كثير زاد الوعي عند الاهل خاصه
وبنفع نقول عند الطلاب صار شوي هيك ترند انه انا كمان عندي، انا كمان بحاجه لوقت اضافي، انا كمان عندي ADHD. صارت هاي المصطلحات، صارت الحركه والتركيز يتداولوا فيها يعني بالمدارس، صار يحكوا عنها عادي جدا وصار في اكثر وعي عند الاهل. نعود للحديث اكثر عن المركز كاترين، يعني بشكل موسع، ما هي البرامج والدورات التي يقدمها المركز للافراد الذين يعانون من صعوبات في التعلم؟ وايضا دعنا نتطرق للشرائح العمريه، لاي فئه عمريه مخصصه؟ اوكي، بالمركز بنستقبل طلاب من جيل 3 سنوات وما فوق، يعني لما الولد او البنت يقدروا هيك يبعدوا عن اهلهم، يكونوا باطار اللي هو بعيد عن البيئة اللي متعودين عليها، إن كان في البيت إن كان في الحضانة أو في المدرسة، فإحنا بنقدر نستقبلهم ليكونوا هيك جاهزين. لجيل صغير بنشتغل أكتر على دورات محادثة زي اللغة الإنجليزية، اللغة العبرية، أكتر محادثة يتعلموا مفردات جديدة، يكون عندهم أكتر ثقة بنفسهم، كمان عن طريق فعاليات تعليمية اللي هو عن طريق لعب، عن طريق أغاني، بطاقات، هيك إشي يكون كمان حرك اللي ملائم لجيلهم، مش أوكي هقعدوا افتح كتاب، مش بهاي الطريقة. ملائمة استراتيجيات بالضبط. في دورات تحضيرية للصف الأول، دورات ترفيهية زي رسم وفنون وإبداع وهاي الشغلات، وبرضه لجيل أكبر في كمان دورات محادثة لغة إنجليزية ولغة عبرية، ولجيل الطلاب مدرسة من صف أول لصف 12 دروس خصوصية، دروس تقوية وتحضير للبقروت، وطبعا كمان مش بس للطلاب اللي عندهم صعوبات، يعني إحنا ركزنا شوي على الطلاب اللي عندهم صعوبات، بس كمان في طلاب اللي اليوم أغلب الأهالي بتشتغل ما عندهاش عن جد الوقت التابع مع الطلاب، إذا هو عم بحل واجباته، إذا عم بدرس الامتحان، كمان مرة الأهل ناسي المادة، يعني إن كان رياضيات أو قواعد تطور المادة. طبعا الاهل تطور المعرفه يعني بتطور رهيب، ليست نفس المعرفه التي قد تلقاها الاهل في جيل كمان صغير. تطور المعرفه، وكمان الاهل بعاد سنين عن المواد اللي درسوها في المدرسه بيكونوا كمان ناسينها، وكمان شغله مرات الاهل بيكونوا ملمين بالماده، بس في هيك طريقه التدريس مرات مع الاهل انه الطالب بصير اسها تعبان وبدي شو كذا، بس بمركز او باطار ثاني اللي هو مخصص للدروس الخصوصيه بيكون في اكثر بيئه مريحه للطالب، فبدل ما يقعد ساعتين وثلاثه مع اهله بمشاحنات لا بدي وبديش، بهي الساعه ساعتين بيجي بدرس وبركز كل الماده وبروح البيت مرتاح. توفير بيئه مناسبه عمليا مهيئه للدراسه والتعليم. سؤال، كيف تتم عمليه التشخيص للمنتسب الى المركز، وهل فعلا يوجد فحوصات او تقييمات خاصه تجرى في المركز لتحديد نوع ومستوى العسر التعليمي لكل فرد؟ التشخيصات مهمة، أوضح أنه هي مش لكل طالب بسجل في المركز، التشخيصات هي للطلاب اللي عندهم صعوبة تعليمية، بعد ما نحكي مع الأهل وكون في استمارة اللي بنفحص من خلالها إذا الطالب بحاجة بتشخيص أو لا، مش دائما أنه أوكي تعال يلا اعمل تشخيص، لا مش هيك الإشي بتم. مرات نبلش بالطريقة العكسية اللي هي بقولوا لك أنه بنبلش بالشغل مع الطالب، ومن خلال الشغل من خلال الدروس نفحص، مرات بكونش في حاجة، بكون الولد مش فاهم مادة معينة، فمرة على مرة بتصير الاشي زي كتلة ثلج تكبر وبوصل لوضع هو مش فاهم ولا اشي بالمادة، بس بكون عنده قدرات وفيش عنده صعوبات تعليمية وبمشي. فحسب وضع الطالب، إذا شفنا أنه بعد فترة بعد تدخل ما كانش في استجابة، ساعتها بنقرر نعمل تشخيص وبنفحص بالضبط شو المشكلة، فمش كل طالب بنعمل له تشخيص. ومثل ما حكيت قبل شوي، في طلاب اللي هدفهم مش التشخيص وما عندهمش صعوبات تعليمية، بس بدهم متابعة بالمواد، تحضير البقروت، في أسئلة مش فاهمينها بالصف، فبكون كمان بس تقوية عادية يعني. كاترين، لو يعني سئلتي عن أكثر تجربة مميزة خاضها هذا المركز أو أنت بشكل شخصي، ماذا تقولين؟ أكثر تجربة خاضها المركز طلعي الإشي، يعني العمل مع طلاب بالذات ذوي عسر تعليمي هو يحتاج إلى مهارات خاصة أيضا. صحيح. احتواء كبير جدا. صحيح. دعم كبير جدا. أهم إشي ليس سهلا، أهم إشي بدك تكوني تحبي هذا المجال، لأنه إذا بتحبيش المجال اللي أنت فيه والتعامل مع الطلاب وجيل صغير وجيل المراهقة وكل الأجيال، كثير صعب تعطيهن 100%. فمرات الطلاب بيكون لإلهن الإشي مش بس مركز تعليمي، بيكون زي بيت تاني اللي هن بيجوا، حتى فيش عندهم دروس، بيجوا بيسلموا علينا، على الطاقم، على المعلمين، على المعلمات، بيجوا بيقعدوا معنا بيحكوا لنا كيف كان يومهن، فهذا كمان هيك إطار اللي هو بنحتوي فيه الطلاب، بنقدم لهن أكثر من 100% مش بس من ناحية تعليمية، فهذا الإشي اللي بخليني عن جد أكون مبسوطة، ولما أنا بكون مبسوطة بنكمل وبنقدم أكثر وأكثر للطلاب يعني. خاصة لما مثلا طالب بيكون في يعني سنين الأهل عم بيحاولوا وبيروح عند معلمين خصوصيين وكل إشي، وفيش استجابة فيش تقدم، بيجي الطالب فجأة الأم بتحكي لأنه صار له فترة مثلا البنات بتحكيش ولا كلمة، حتى بتروح عند معالج نفسي ولا كلمة بتحكي، عم تيجي عندكم
بتحكي لكم كل شيء عم تتقدم. ف يعني مرات بشكل غير مباشر بنقدم شغلات اللي هي زياده، وكله هذا بيجي عشان هيك الشغف بالشغل، التحديات مع الطلاب. اكثر التحديات التي واجهتها كاترين، طلعي انا بس يجي عندي اهل او معلمه توجه لي طالب تحكي لي احنا رافعين ايدينا ووضعه كثير صعب، انا هون بعمل هيك أنطونية. هذا أكثر تحدي لإلي، إنه تحدي إيجابي عملياً. تحدي إيجابي طبعاً، تحدي إيجابي إرادي، إنه أنا بآمن بكل طالب، بكل طالب. يعني فيش طالب ما فيش عنده قدرات منيحة، الإشي حتى لو من ناحية تعليمية عنده صعوبات بكون ناجح بمجال تاني. فإنه بلاش نحطم الأولاد، وهي يعني جد موجهة رسالة لكل معلم ولكل حدا أهل أم أو أب، بلاش نحطم الطالب كمان عشان من ناحية تعليمية. إحنا نعطيه ونوفر له البيئة ونعطي 100% من وقت، ومن انه نفوته على مراكز واحسن المعلمين وكل شيء. بس مرات اذا في صعوبه معينه لقدام الولد بلاقي حاله ممكن بمجال تاني. يعني اكيد احنا بدناش نقول خلصنا نتركه بدوش يتعلم، احنا بنعطي الماكسيموم دائما بكل شيء، بس بلاش يعني نحط اكثر من طاقته للولد، نعطيه يعني نطلع اكثر من طاقته، وبالاخر نحطمه من ناحيه نفسيه، بيطلع ولا من هون ولا من هون، فبيطلع محطم من ناحيه نفسيه ومن ناحيه تعليميه، وهذا الوضع اللي احنا بدناش نوصله. هل في معيقات خاصة واجهتها كاترين في هذه الطريق؟ طبعا الطريق مش هوينة، يعني كثير بيسألوني بتعمل إيش تاني غير المركز؟ أنا وقتي كله للمركز، يعني أول ما في الصبح بس أفتح التليفون ببلش أرد على رسائل، بحكي مع الأهل، بحضر للطلاب، لكل طالب بكون عارفة شو وضعه، دائما بشكل مباشر أنا بتواصل مع الأهل، حتى لو موضوع اللي هو انا بعلمش مثلا رياضيات وفيزياء وكيمياء وهالمواضيع، في عندي مرشدين اللي بعلموا هالمواضيع، بس برضه انا بكون عارفه كل طالب شو وضعه، كيف عم بيمشي بالمادي، هل عم بتقدم مش عم بتقدم. ف الشيء مش سهل اكيد بالمره، متابعه مكثفه عمليا وفرديه ايضا لكل طالب. طبعا كل طالب باخذ كل الاهتمام من المعلمين ومني، فدائما بكون بتواصل مباشر مع الاهل، مع الطالب نفسه، انه عشان يقدر يتقدم. انه طالب يجي على مركز تعليمي ياخذ دروس خصوصيه، هذا شيء غير كافي لحاله، هو بحاجه لكمان متابعه في البيت، بحاجه يركز في الصف، يكتب واجباته، يحل، يتمرن بشكل يومي عشان عن جد يلاقي نتائج. فهون هذا التحدي كمان، انه انا اجي واكون صريحه مع الاهل، انه مرات اذا ولد يجي يدرس قبل بيوم الامتحان وكل السنه ما كانش يتواجد في الحصص ومش عم بتابع ومش عم بحل وظايف، فانا بكون صريحه مع الاهل، يمكن مرات شوي ما يعجبنش الاشي، بس انا بكون صريحه انه احنا بنعطي، راح اعطيه الدرس، بس عشان تكونوا عارفين انه مستحيل يزبط وينجح في امتحان لما عم درسته اخر دقيقه وكل السنه ما كانش متابع الماده. فهون دائما في هاي هيك التحديات، بنحاول نعطي الماكسيمم انه عن جد الطلاب يقدروا يتقدموا، حتى لو انا بعرف في طلاب مثلا اللي دائما بحكي لازم تتابعوا ولازم كذا، وبيجوا بس على الامتحانات اخر دقيقه، بيأسش منهم، برفعش ايدي، بضلني احكي معهم كمان مره محادثات ومع الاهل عشان نحاول نقدر، يعني اذا ما بساعدوش حالنا احنا ما بنقدرش نساعدهم. فاحنا اللي علينا بنعمله واكثر، بس كمان بدنا الاهل والطلاب يتجاوبوا معنا. رساله خاصه للامهات التي لديها يعني اطفال او طلاب في مختلف الشرائح العمريه ذوي عسر تعليمي. اولا كثير مهم خاصه للاهل يقراوا اكثر ويسالوا، بقدركم يتوجهوا لي بشكل خاص، ما عنديش اي مشكله، عشان يفهموا اكثر شو يعني عصر تعلمي، شو الشغلات كمان الايجابيه اللي بتكون عند هاي النوعيه من الطلاب، مش بس نطلع على الشيء السلبي وخلص نقول هذا الولد عنده عصر تعلمي. دائما ندعم الطلاب، دائما نبرز الشغلات الايجابيه فيهن عشان يقدروا يوصلوا. مثل ما حكيت قبل، فيش ولا طالب ما فيش عنده قدرات، فيش طالب اللي بنفع نقول خلص اذا عنده لقينا مشكله فيش ايش نعمل معه، لا بالعكس، هذا كمان بيكون تحدي للاهل كيف يتعاملوا مع الطالب، وللطالب نفسه اكيد مرات بيكون شوي اصعب من طالب تاني، بس الإيمان. كثير مهم بالضبط يامنوا في ابنهن عشان هو بالاخر يوصل. نعم كاترين، اهم شيء يامنوا في الطالب. كاترين بلان مديرة مركز كي ستيبس من حيفا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الاعزاء، نخرج الان الى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل، ابقوا معنا.